نحن اكيد من ايد موقف البتراك، لانه نحن مع الحياد على طول، ونرفض زج السياسة اللبنانية بلعبة المحاور. ونحن على طول يعني ضد التمويل الخارجي وضد الارتهان للخارج. على الشعب اللبناني انه هو يتعلم، هو لازم يعرف انه اذا بده فريمون، اذا عن جد بده ينقذ بلده، لازم يتحمل المسؤولية، لازم ينتج سياسيين جدد عن جد حيادية عبر الانتخابات، ويظهر من فكرة يتكل على الخارج، لأنه على طول يعني شفنا قبل على طول الخارج ما كان يجيب للبنان إلا الويلات. بنشوف أنه الحل هو بيد الشعب اللبناني. إذا هو ما اتخذ القرار بتغيير السلطة عن طريق الانتخابات، كل دول العالم ما حتقدر تساعده. كثير رح يكون يعني بالعالم ما في منه كيان واحد، ورح يكون في انقسامات كثيرة بين المحاور وبين المحاور الدولية. وهيدي الانقسامات رح ننقلها بشكل أوضح، رح تتنقل بشكل أوضح للبنان مع أي تدخل خارجي إضافي، وهيدا الشيء رح يعقد الوضع أكثر بلبنان. مش هيك نحن على طول مع الحياد. احترم أكيد موقف البتراك وحرصوا على خروج لبنان من هالمأزق اللي نحن وصلنا فيه. بس منشوف إنه هيك تظاهرات يعني صارت شبه سياسية، منشوف إنه رح تزيد، ممكن يعني في خطر تزيد من انقسام الشارع وشد إذا بدك الوتر الطائفي لكل طائفة، وهذا بيخدم الأحزاب الطائفية التقليدية.